بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. بعد توفر نصاب قانوني المنصوص عليه في المادة 45 من قانون التنظيمي 111-14 المتعلق بالجهات بحضور 55 عضو لحدود الساعة، أعلن عن افتتاح أشغال الدورة العادية لمجلس الجهات طنجة كرام الحسيمة يوليوز 2024. كما تعلمون في الفقرة الثالثة من المادة 70 من قانون التنظيمي المتعلق بجهات تلزم رئاسة المجلس بتلاوة أسماء أعضاء المتغيبين على حضور هذا أشغال دورة المجلس عند بداية كل دورة. استثناء النقطة المتعلقة بالمسابقة على مقر اجتماع الأعضاء منتصف إحداث منطقة الأنشطة الاقتصادية والكلف والمدن بمدينة العرائش، والتي ارتأت بشأن اللجنة تأجيل البدء فيها إلى دورة لاحقة ريثما يتم التأشير على اتفاقية مرتبطة بهذا الموضوع. وبالنسبة لاتفاقية شراكة مرتبطة لتأهيل أسواق أسبوعية بالجهة في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، وبعد نقاش مستفيض ومعمق تم من خلاله تقديم العديد من المقترحات التعديلية، وفي الأخير وافقت عليها اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين مع توصية لتوسيع المشاورات مع السادة الأعضاء وباقي الشركاء من أجل ضبط الشطر الثاني الخاص بتهيئات وتأهيل أسواق الأسبوعية وأوسط المجلس الموقر بالمسابقة عليها. شكرا. بالفعل اليوم مصادقة على مجموعة ديال النقاط داخل دورة اليوليوز 2024، فلابد من نهنيو نفوسنا ونهنيو أعضاء المجلس على هاد النقاط كلها واللي كتصب في الصميم ديال اهتمامات ديال الساكنة ديال الجهة. فمن أهم المشاريع كانت هناك مشاريع ذات واقع اجتماعي كيهدف الإدماج الاقتصادي والثقافي والرياضي والاجتماعي للشباب وللمرأة والطفولة. كذلك كانت هناك مشاريع ذات بعد اقتصادي كتهدف توفير الشغل وجذب الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الجهوي. كذلك كان هناك مشاريع مرتبطة بتهيئات وهيكلة المجالات القروية والحضرية بالجهة، وتهيئات بعض المراكز القروية. كذلك كانت هناك مشاريع مرتبطة بتعزيز البنية التحتية. كان هناك كذلك مشاريع تهم واللي مهم بالنسبة لنا واللي اشتغلنا عليها مع القطاع ديال مع وزارة الفلاحة، هو عصرنة بعض الأسواق، وكذلك بالنسبة لتهيئة إحداث أسواق ديال الجملة وأسواق المواشي والمجازر العصرية، وكذلك بالنسبة لتأهيل الأسواق الأسبوعية. مشاريع كذلك كتهم النهوض بالبنية التحتية الثقافية اللي اليوم بحاجة لنا، يعني في بعض الأقاليم اللي كانت تم النسيان فيها من هو الناحية الثقافية والتنشيط الفني. أعتقد اليوم الحمد لله كانت هناك إجماع في هذه النقطة هذا. وكذلك النقطة الأخيرة ومش الأخير، ولكن أعتقد بأن نقطة مهمة هي كتم التشغيل، فهنيئا بالنسبة للمقاولات اللي اليوم يعني تم سيليكسيون ديالهم 51 مقاولة ولا تعاونية اليوم، يعني اليوم ان شاء الله غنوقعوا معاهم هاد الاتفاقيات واللي كتهم جميع المدن والاقاليم داخل مجلس داخل الجهه. في اطار التحضير لعقد دوره المجلس العاديه في شهر يوليوز، عقدت لجنه التنميه القريه والفلاحه اجتماعين، وخلال الاجتماع الاول الملعقد يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، قامت اللجنة بدراسة ومناقشة 8 نقاط والمرتبة في جدول الأعمال الدورة من النقطة 1 إلى النقطة 8. النقطة الأولى متعلقة بقطاع الفلاحة، بعد استماع إلى التوضيحات المقدمة من طرف ممثلة وزارة الفلاحة ومصالح إدارة مجلس الجهة، تم تسجيل الملاحظات التالية. ضرورة حضور السيدات والسادة المديرين الجهويين للمصالح الخارجية، ضرورة كذلك تسريع
لتنزيل هذه المشاريع من خلال الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع. إضافة كذلك وكالة تنمية أقاليم الشمال كطرف ضمن الاتفاقية التدقيق في موضوع توقيع الأطراف التي ستسند لها مهمة صاحب المشروع في الاتفاقيات الخاصة. وفي الأخير وافقت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين على هذه النقطة وأوصت المجلس الموقر بالمصادقة عليها. حنا انخرطنا وراس الخريط انخرطنا حسب الدورة مجموعة من المشاريع اللي جويد يعني كافة الإشكالات الحقيقية اللي كتعيشها مدينة كنقولوا ملي كنهضروا على اللوجيستيك اليوم كنشتغلوا يعني مع السمعية السيدوني على بعض المشاريع اللي يمكن كيفاش يمكن نشوفوا إعادة الاستهداف بالنسبة للسير والجولة اليوم صوتنا على مشروع ديال الكاميرات صوتنا على مشروع ديال هذا الشيء ديال الدور ديال السطوح انتيليجون اللي مشحال هما على المبالغ المهمه اللي رصدت الميزانيه ديال الملف على 54 مليون ديال الذهب اللي شفتوا الاتفاقيه اللي مشى كل هذه النقاط هذا هي تراتبات كلها ان شاء الله حاولوا نشوفوا هذيك الاشكالات الحقيقيه اللي كتمشى.